السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المباراتين بتوع الأهلي والزمالك امبارح يبينوا لك الفرق ما بين الأهلي والزمالك على مدار السنين اللي فاتت. هتقول لي يا عم انت داخل علينا سخن كده ليه؟ هقول لك انا داخل سخن ليه. اولا امبارح الأهلي بيلعب خارج قواعده، عنده 4 نقط، حامل اللقب والتالت على العالم، ودي برضو يا جماعة لما بتبقى انت صاحب ألقاب دي بتخلي عندك يعني نوع من انواع الحمل الزائد او اللود على اللعيب. حصل الفترة الأخيرة في الأهلي بعض الأخطاء الشخصية والفردية حدثت من بعض اللاعبين، ولكن أنا كمحمود بصراحة أول حاجة هشكر عليها إدارة النادي الأهلي مش الفوز، أو مش هشكر الفريق على الفوز، لأ أنا هشكر على القرارات التأديبية اللي اتخذت الفترة الأخيرة، اللي تحس امبارح اللعيبة كلها نزل الملعب أمام فيتا كلوب تحس إن فعلا في حد اداهم دش سخن. فخلينا متفقين أن الأخلاقيات أهم من أي حاجة، وأن الأخلاقيات هي اللي تنجح أي حاجة. امبارح على العكس تماما، الزمالك لعيبة بلا روح، لعيبة بلا هدف، لعيبة ما عندهاش الدافع ان هي تلعب يعني وتحافظ على اسم الفريق وتحافظ على اسم النادي. انت بتلعب كوصيف للبطولة دوري ابطال افريقيا السنة اللي فاتت، بطل السوبر الافريقي، الفريق اللي انت بتلعبه ده انت هزمته 2 ورا بعض السنة اللي فاتت، طلعته من دوري الابطال وفزته في دوري عليه في السوبر الافريقي. انت دي في المباراة الاخيرة ليك، الفرصة الاخيرة، انت عندك 2 من 3 مباريات، وبالتالي عندك فريق المولودية عنده 8 نقاط بعد فوزه امبارح على تونجيت، ولازم تفوز بالمباراة دي. ولكن تحس ان اللعيبه داخله امبارح اللي هو احنا بنلعب عشان خاطر الاب، بنلعب عشان خاطر المرتب. العكس تماما لعيبه الاهلي امبارح. انا كنت اتكلمت في فيديو قبل المباراه وقلت يا جماعه عشان الاهلي يفوز لازم يعمل ضغط من بدايه المباراه، لازم نسجل هدف مبكر، لازم تضغط الفريق اللي قدامك. اول مباراه من 30 مباراه لعبها موسيماني او ضربها موسيماني للاهلي، اول مباراه يلعب بطريقه النادي الاهلي او باسلوب النادي الاهلي، الاسلوب الضغط. الفوز النادي الاهلي امبارح يا جماعه للناس اللي ما تعرفش برضو، ده اول فوز لفريق مصري على فيتا كلوب في الملعب اللي احنا كنا شايفينه امبارح ده، ده اول فريق مصري يفوز. اول فوز للاهلي خارج قواعده من حوالي 10 مباريات او 11 مباراه خارج قواعده، يعني انت متخيل ده اول فوز ليك بعد فتره طويله جدا الاهلي ما كانش بيفوز فيها في قواعده او خارج قواعده. عندك الاهلي برضو امبارح قدر ان هو يكسر عقده فيتا كلوب والفريق ده، ما فيش ولا فريق مصري قدر ان هو يفوز عليه. ثالث حاجه انت انقذت الموسم بتاعك في دور الابطال، النهارده انت 7 نقاط، تفوز مباراه سيمبا خلاص وصلت للرقم السحري في عدد النقاط 10 نقاط. على العكس تماما نادي الزمالك، نادي الزمالك امبارح يا جماعه الزمالك هو من هزم نفسه، يعني انت امبارح لما تبص لاحصائيات الفريق انت عندك 11 ركنيه مقابل ركنيتين 2 بس للترجي امبارح، 11 ركنيه. انت الاستحواذ امبارح مش عارف حاجه و60% للزمالك وحاجه و30% ليه. امبارح معين الشعباني كان بيلعبك بطريقه سيب لك الكوره وانت اعمل انت عايزه فيها، بس انا بهجمه واحده خلصت المباراة. بص للجون يا جماعة، الجون بالكربون من جون قفشة في النهاية، بالكربون باختلاف الزوايا، دي كان في المقص، دي اتلعبت على الارض، لا في حد طلع على اللعيب اللي بيشوط حمد الهوني ولا في حد، لا امبارح اللعيبة امبارح بتاع الزمالك اثبتت ان هم فعلا، وانا فعلا بضم صوت لصوت الكابتن هيثم فاروق في الاستوديو التحليلي لما قال لا اخلاق ولا كورة، لا اخلاق ولا كورة، لعيبة الزمالك امبارح لا اخلاق ولا كورة بامانة. وانا راجل مش زملكاوي، ولكن انا بحب دايما ان انا اشجع فريق بلدي اللي بيلعب ضد فريق يعني خارج بلدي. فامبارح بصراحه بعد ما اتفرج على الماتش يا جماعه ده الزمالك اللي كان بيلعب السنه اللي فاتت، وقلت قبل كده المشكله مش مشكله انت مشيت باتشيك ولا ما جبت كرتون، على فكره مشيان كارتير مشيان باتشيك وان انت جبت كرتون من ضمن اسباب الهزيمه امبارح، ودي سوء اداره. على الاقل لو انت كنت عايز تمشي الراجل كنت هتستنى لما يلعب ماتش العوده وبعد كده كنت مشيته. وما طبعا كرتون امبارح راجل قاعد مال يشرب قهوه وحاطط رجل على رجله وما فيش في دماغه اي حاجه، لان القصه كلها علشان بس ان احنا يعني واثقين وواضحين من نفسنا، القصه ما تعنوش في شيء، والله انا جاي والوضع كده يا باشا. انت راجل خلاص، راجل ده سابك في عز الموسم بتاعك، ما كنت هتلعب النهائي خلاص، كنت هتلعب النهائي وسابك ومشي، تروح تجيبه تاني ليه؟ والله لو هيكسبني كاس العالم مش هيكسبني دوري ابطال افريقيا ما هجيبه. وبالتالي فكان لزاما عدم التعاقد مع كارتيرون، وكان الصبر على باتشيكو. تاني حاجه انا بقول فرجاني ساسي امبارح ما لعبش ب5 جنيه، فرجاني ساسي امبارح كان يتعمد اللعب برعونه وعدم القتال على اللعب. يعني انا عايز اسال سؤال، امبارح حد يقول لي هو خاوخ ساب امبارح فرجاني لحد اخر المباراه ليه؟ هو كان بيعمل ايه فرجاني امبارح؟
غير طبعا الفرص المهدره بطريقه يعني تضحك. يعني هو امبارح بصراحه بن شرقي لعب له كورتين برضه، هنقول الراجل لعب قدر ان هو يعمل كور، لكن انا امبارح ما شفتش فرجاني ساسي والكور وصانع اللعيبه، يعني انا واخد 2% الكوره ما عملش بيها حاجه. الاهلي بقى على النقيض الاخر، الاهلي امبارح خلص على فيتا كلوب بدري. الاهلي خلص على فيتا كلوب في اول 17 دقيقه جونين اتنين خلاص خلصت، وجيت ضفت الهدف خلاص انت ضغطت الفريق اللي قدامك، برغم ان اللي بيلعب زي الزفت وبرغم ان الحكم زي الزفت وبرغم ان كل حاجه زي الزفت، ولكن الاهلي فرض شخصيته. وده احنا بنقول يا جماعه الانضباط. مفيش حاجه اسمها نجم فريق، مفيش حاجه اسمها نجم شباك، ما تجيش تقول اصل ده نجم فريق او ده اللي بيكسب، مفيش حد بيكسب حد. دي لعبه كره قدم ب 11 لعيب ومدرب واطار فني واطار بدني واداره فوق بتبص على الكلام ده كله. لما نفهم المنظومه دي، هي دي المنظومه بتاعه النادي الاهلي، دي المنظومه الفرق الكبيره اللي عايزه تفوز. انا النهارده في عز احتياج اللعيب زي كهربا بقى قعده شهر، وكهربا انا بقول لك كهربا مش هيكمل في الاهلي وهيمشي. وبالتالي فاصبح ان لما يكون عندك الاخلاقيات والقيم جوه النادي هتقدر ان انت يعني. انا عايز افهم سؤال، ازاي ارتضت نادي جماهير نادي الزمالك ان كارترونير وفرحانين قوي وفرحانين ان كارترونير باتشيكو؟ يا جماعه ما كانش غلط باتشيكو، لما اللعيبه توصل للمرمى وتضيع دي مش عيب مدرب، ده عيب لعيب. انا وصلتك للمرمى هقول لك تحط الكره ازاي، يعني انا وصلتك للمرمى خلاص. اللعيب الاهلي الزمالك الفتره اللي فاتت انا نفسي اعرف مين اللي خد قرار ان باتشيكو يمشي. باتشيكو ما كانش يمشي، باتشيكو كان يقعد، ولكن كنت انت تغير اللعيبه. انا يعني انا بقول دلوقتي لجماهير نادي الزمالك، والله اللعيبه بتاعتكم دي ما تستحق ان اي حد يدعمها بكلمه واحده، ولا ان انتوا بقى اللي كانوا بتقول لك نلم التيشيرتات ونلم مش عارف. يا جماعه والله العظيم اللي نافع نافع واللي مش نافع مش نافع. اللي عايز يلعب عشان الفلن اهلا وسهلا، مش عايز يلعب عشان الفلن غرف 60 داهيه. في لعيبه كتير تتمنى الفرصه في نادي الزمالك، وان كان في مصطفى محمد راح في 1000 زي مصطفى محمد. فما فيش لعيب بيفرق مع نادي ولا نادي بيفرق مع لعيب. يعني انا في نادي ممكن يفرق مع لعيب لما العب في الزمالك، العب في الاهلي، العب في الفرق الكبيره دي، انما انا ما فيش لعيب الزمالك مش هيقف على لعيب. وانا بقول الفتره اللي جايه الناس اللي طالعه نغمت اصل وزير مش عارف اقل يا يعني جماعه بص انا عايز اقول لكم حاجه، كده او كده كان الزمالك راح للانهيار. الانهيار الاخلاقي موجود في الزمالك من زمان. عايز الزمالك يبقى كويس ويبقى حد فعلا حد من ولاد النادي لعيبته الكوره، الناس اللي لعبت كوره بالقدام، يمسك النادي الزمالك. وانا بقولها ومش راجل زملكاوي، انا بقول لكم رجل الفتره اللي قادمه هو حازم امام. دول ولاد النادي، ده ابن النادي، ده ابن ابوه وهو والدنيا كلها ولاد النادي. ما يجيبوا حازم امام يمسكوه يا جماعه. حازم امام ليه ما يمسكش يبقى رئيس نادي الزمالك؟ ولا انتوا دايما غاويين تروحوا تجيبوا ناس تقلل من النادي وتقلل من يا جماعه؟ الزمالك كان رايح كده كان رايح للمشكله دي. طبعا انا بقى طبعا الزمالك هتقول لي هل انتهت فرصه؟ هو فرصته 1%، حاجتين اتنين، ان المولوديه يتغلب الماتشين القادمين وهو يغلب الماتشين الجايين، وفرق المواجهات المباشره يبقى لصالحه. وده طبعا يعني ما اظنش ان الزمالك هيروح بالاسلوب ده بالطريقه دي، يروح يفوز على المولوديه وهيجي له تونجيت هنا، هيبقى عنده هو عنده نقطتين دلوقتي، يبقى عنده 8 نقط، والمولوديه يتغلب الماتشين الجايين. ده يعني مش عارف هل الزمالك لعيبه الزمالك عندها ان هي تقدر ان هي بصراحه برضو عشان ما نبخس الناس اشيائها. في امبارح كان عندنا يعني انا كان عندي الونش امبارح كان بيلعب، الراجل كان بيلعب كويس، طارق حامد قرفان بصراحه. جنش امبارح برضو شال كام كوره، والكوره اللي اتلعبت ديت ما يلومش عليها انها كوره صعبه جدا. تمام. الونش زي ما قلنا برضو كويس، كانوا كويس في الدفاع. بن شرقي على فترات بعيده، غير كده انا ما شفتش حد، يعني غير كده انا ما شفتش حد. وعلى فكره يا جماعه امبارح الترجي اقسم بالله كان فريق تعبان امبارح. انا بقول لكم الترجي فريق تعبان، يعني الترجي امبارح بيلعب الزمالك بالنسخه المعفنه دي، والترجي امبارح جت عليه كذا كوره كانت ممكن تيجي جوان. يعني امبارح الجون بتاعهم اللي هو بن مصطفى ده امبارح شال كذا كوره امبارح، كانت كوره جوان كلها. فبالتالي مش معنى كده ان الفريق اللي قدامك قوي، لا، انت عندك مشكله في الفريق نفسه. ما تحطش الفريق تحت رحمه اي لعيب. بس دي جوة. نادي الاهلي مبروك له، عنده 7 نقاط يكفيه الفوز على سيمبا هنا بس، ولما يروح المريخ او الماتش اللي جاي يكفيه التعادل مع المريخ والفوز على سيمبا خلاص صعب. واتمنى انه يصعد اول مجموعه، ويبقى حاطط في دماغه انه يصعد اول مجموعه، لان هي شكلها كده هتبقى بينه وبين سيمبا، وبالتالي فاتمنى انه يطلع اول مجموعه عشان مش عايزين نصطدم بحد قريب. يعني على الاقل لو هنصطدم بحد نصطدم في دور الاربعه مش في دور الثمانيه. دي كان تحليلنا لمباريات الاهلي والزمالك امس. الاهلي امام فيتا كلوب وفوزه 3-0، والترجي يهزم الزمالك في عقر داره في القاهره 1-0. نتمنى ان الزمالك يجتاز الفتره الصعبه اللي بيمر بيها. الزمالك فريق كبير وعماد احد اعمده المنتخب، ونتمنى ان شاء الله ان الاهلي يوصل المسيره ويحافظ على لقبه. شكرا ليكم. بس لو وصلك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر التنبيهات، وهشوف رايكم في الكومنتات. انا محمود المصري، اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.